السلام عليكم ورحمة الله، معكم معاذ عثمان وإليكم نشرة الأخبار. وأول أخبارنا اليوم موكب أربعينية الشهداء، خروج الملايين في مختلف ولايات السودان تزامنا مع مرور 40 يوما على مجزرة القيادة العامة. وطبعا خرج الملايين للشوارع في مختلف الولايات رغم محاولات قوى المجلس العسكري الانقلابي منع المواكب من الوصول للكباري وللشوارع الرئيسية. وطبعا في 30 يونيو المجلس العسكري الانقلابي كان مراهن انه قطعة الانترنت ما حتخلي الناس يتواصلوا مع بعض، ما حتخلي الجموع دي تخرج بالملايين في 30 يونيو، ولكن المرة دي بعد ما رجعوا الانترنت الناس برضو مرقت. وعلى سيرة الانترنت، عودة الانترنت للسودان بعد انقطاع قرابة 40 يوما، والانترنت المرة دي ما رجع بأمر عسكري، رجع بالقانون. والشكر واصل للمحامي عبد العظيم الحسن، رفع قضية وحاول كذا مرة، والحمد لله بعد كسبوا للقضية الناس الاتصالات بقى ما عندهم طريقة غير شنو؟ رجعوا الانترنت يا فردة. طبعا شركات الاتصالات دي ما فتحت البلف ورجعتنا للانترنت ده عشان سواد عيوننا، الانترنت كان محبوس بتهمة زعزعة الامن ونشر الشائعات. الانترنت يستخدم ضدنا بكثافة وبروع الامنين وبينشر معلومات خاطئة قد تؤدي الى قيام حرب اهلية. اما ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي فنرى في هذه الفترة في وسائل التواصل الاجتماعي مهدد أمني لهذه البلاد. ودي اتهامات خطيرة جدا جدا خالص يا المجلس العسكري، جبتها من وين؟ ونحن حاليا بعد ما الانترنت طلع براءة بنطالب برد شرف. وعلى سيرة الشرف، أثناء مونتاجنا ده عشان تعرف المجلس العسكري ما عنده شرف بتعريفة، قال الحصانة المطلقة لرئيس وأعضاء المجلس السيادي حالة دون التوصل لصيغة إعلان دستوري توافقي. بالعربي كده ناس المجلس العسكري قالوا يا تدون الحصانة يا تضمنوا لنا إنه ما في زول حاكمنا على المصيبة بتاعة فض الاعتصام، يا نحن ما حنوقع معاكم. من الآخر كده يعني، أنا عاوزكم تكتبوا لي تحت في التعليقات رأيكم شنو في الخبر الزبالة ده. ثانيا عاوزكم تقترحوا لي مدارس جامعات ضابطة كده لأولاد الوسيط الافريقي عشان يدخلهم، يعني لانه باين عليهم حقعد كتير وما حصلوا لاتفاق. بعد كده نرجع لنشرة اخبارنا على الانترنت. وعلى سيرة الانترنت، طبعا تكلفة قطع الانترنت دي كانت 45 مليون دولار يوميا كانت بتخسرها شركات الاتصالات. ويرى مراقبون أن خسائر قطع الإنترنت بالسودان ستصل إلى مليارات الدولارات، وأن أكبر المتضررين منها هي الخزينة العامة إلى جانب الشركات التي تعتمد على التسويق الشبكي. 16 39 114. أنا بضر فيها طلع كم خسائر النت؟ لا ما بضر في خسائر النت، أنا بضر في سعر الرغيف. على سيرة الرغيف، ضبط الجيش رغيف معد للبيع بالسوق السوداء، واكتشاف 12 فرن يعد العيش مخالفا للأوزان. وانتو يا ناس الجيش خلاص يعني خليتوا اي حاجة في البلد واي مشكلة عويصة وقبلتوا على مشاكل العيش، بس يعني دي شجاعتكم ظهرت هنا. اصلا انتو كما عاملين ازمة بتاعة رغيف في البلد ما كان حوكتونا اننا نشتري من السوق السوداء. العيش بكم يا مان؟ يا اخي انا قام مشيت الفرن بجنيه يا مان يا اخي. توسط ولا تدفع جنيه؟ المهم السوق السوداء ما كويس يا جماعه، ما تشتري من السوق السوداء. اوعكم، فكونكم تشتروا العيش من السوق السوداء ده بيخرب اقتصاد البلد، ويعني بيخرج حاجات ما ظريفه. وعلى سيره الحاجات الما ظريفه، حميدتي يتحفظ على مدير شركه اللوبي الكنديه الاسرائيلي اري بن مناش، ويحجز جواز سفره مطالبا باسترداد مبلغ 6 مليون دولار. طبعا حميدتي اتفق مع الشركه الكنديه دي انها تظبط له اموره وتبيض له وشه قدام العالم وتعمل له يعني كده سمعه طيبة. ولكن بعد رجوع الانترنت ظهرت كمية بتاعت فيديوهات بتبين مدى بشاعة مجزرة القيادة العامة. هنا اللوبي الكندي ده قال لي ما عندنا لك طريقة، والله يا اصلي الموضوع ده واضح وضوح الشمس، ما بنقدر نلمع لك فيه اي حاجة. فهو قام شنو قال لهم؟ والله العقد البياناتنا ده انا ما دايره. قال لهم لازم نعمل له فسخ جلخ وتظبيط، اقصد يعني نعمل له فسخ للعقد، يعني لانه العقد ده ما راجع معانا، ورجعوا لي قروشي. قال لي يا حبيبنا دخول الحمام مش زي خروجه، لما انكلمنا قلنا لك ادفع لنا 1 مليون بالظبط، لكن براك بتحب الكفار.
وبهنا نقول لك يا حميدتي أجاتك في مالك سامحتك. ففي ناس قبل كده جاتهم في سنام وقعت من السقالة ضربت وشي في السقالة كسرت سنيني. وفي ناس جاتهم في كراعهم اليمين. وأذكر أني كنت داخل القيادة العامة وفي ذلك الحين تصديت من ضمن الضباط الموجودين لقوات جهاز الأمن في حينه لأنه بدأت إطلاق نار على المظاهرين وأصبت بإصابة بالغة في رجلي اليمنى وحملني المظاهرون 86. نعم وحملني المظاهرون على أكتافهم للسلاح الطبي. وكما قال الشاعر المقنع الكندي ما قيمة الناس إلا في مبادئهم لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب. كل زائل يا حميدتي. لكن ما حنقى أصلي ناس العلاقات العامة أكلوا قروشك بعد كده يرجعوا عليك ناس منه العلاقات الخاصة يا. وعلى سيرة العلاقات الخاصة حميدتي والمجلس العسكري ينفون علاقتهم بمرتكبي مجزرة القيادة العامة. حصل في منطقة الاعتصام ليس لأي فرد من المؤسسة أو من أعضاء المجلس العسكري، كل أعضاء المجلس العسكري ليس لديهم أي علاقة بهذا الأمر. ما عندنا علاقة بفضل الاعتصام، ونفضل الاعتصام ده اللي والاعتصام ده إحنا لو الصباح ما فضينا كان خلاص وبراه ومشى لو ما تفضى. ونحن ذاته لو الليلة ما كان صورنا نشرة الأخبار كانت نشرة الأخبار دي صورت روحها. ومن ثم وجهنا القيادات العسكرية بالتخطيط لفض هذا الاعتصام. القيادات العسكرية ذهبت ووضعت خطتها ونفذت وحدث ما حدث. عادي يعني بتحصل في أكبر العائلات. وبرضو من أخبارنا خروج طلاب الثانوي في الحصحيصة في مظاهرات مطالبة ببيئة مدرسية جيدة وعدم طرد طالب بسبب الرسوم. وطبعا هنا استجاب لهم طوالي وزير القراية وقال لهم والله الضابط أمور قدام ونحن نحيي الراستات. الراستات والسانات. انت ناس الأمن ذي الفرتق والطلبة ذي كيف يا ماني لا فكوا فيهم بومبان ما شايف اي حاجه فكهم كيف الناس اللي عاملوا فيهم فتحين يا زول دخلوا وسط الطلاب ديل وفي ساعه صفر معينه كلهم قالوا بيوت 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 يا شاب يا شاب فيشنو يا شاب ما بيوت يا كده يا دقيقه يا شاب. برضو من اخبارنا البرهان يتفقد عمال النظافه وستات الشاي. وطبعا هنا سؤال يطرح نفسه ليه البرهان ذات ستات الشاي بالذات يعني بالذات كده فيشنو ما لانه ستات الشاي بيشدوا الشاي فوق شنو فوق القانون وهو ذاته حاليا الايام دي ماشي فوق شنو بالقانون. وبرضو ستات الشاي بخافوا على كراسيم شديد المجلس العسكري الايام دي ما داري يوقع لانه خايف على شنو. وطبعا البرهان سجل اسامي ستات الشاي لانه وعدهم بالدعم المادي والدعم المادي ده بيجي في 3 مراحل دعم مادي بوزو دعم مادي عصايته وبعد ما تقعدوا في علبه بيجيك الدعم المادي حلاوة. المناسبة يا اسلام هو ما تفقد ستات ال ولا دي شغلة الكباشي. خلاص احنا ذاته هنا مفروض نقوم نكلم البرهان انه لازم يهتم ما في وظائف تانية في الحياة يعني في وظائف تانية شريفة. التعليم امشي دفع وجه وزارة التخطيط تجي طوال تباشر عملها ان شاء الله. كفة الملاح توفير كفة الملاح استكن وندية المشاهدة استكن وندية المشاهدة. طبعا طبعا يا البرهان في وظائف كثيرة شريفة يعني في وظائف في حتات تانية يعني زي وظائف التعليم زي وظائف الأطباء زي وظائف الدكوة دكوة شنو يا وعلى سيرة الدكوة أقصد وصلنا لفقرة الأخبار الضابطة. من أول أخبارنا الضابطة تكريم نانسي عجاج في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي وارتدائها اللون الأزرق تضامنا مع بلو فور سودان. ونانسي عجاج دي واحدة من الفنانين الواضحين جدا من بداية الثورة ووقوفها مع الثورة ووقوفها مع الثوار. وعلى سيرة الفنانين الضابطين أيمن ماوي طلع له أغنية جديدة مع الشاعرة مروة. بيما رمضانية من غير عسكرية ووي والسلمية من غير بندقية وياو. وطبعا
نشرت الأخبار الزابطة ونشرت الأخبار دي كلها برعايتكم أنتوا الناس اللي قاعد يدعمونا على باتريون وقاعد يدعمونا على يوتيوب ممبرشيبس. فبنقول لكم شكرا لكم كتير وربنا يديكم العافية. وعلى سيرة الناس اللي ربنا يديهم العافية وعلى سيرة الناس اللي ربنا يديهم العافية، نيكي ميناج تلغي حفلتها في السعودية. فنحن المرة فات لما جينا هنا اتكلمنا معاكم واتكلمنا عن المسؤولين عن الحفلة بتاعت نيكي ميناج، وقلنا لكم شنو يا جماعة يعني زول دي اللي بيسا كده شوية كده ما ظريف يعني، ربنا يهديكم يعني للحق. ربنا ده بيهدي من يشاء. حتى نيكي ميناج اتحجبت صحيح؟ نو ما اتحجبت رغم انه نيكي ميناج رفضت انها تقوم بالحفلة دي، قالت لأسباب ما عارف بتاعت حقوق انسان LGBT وكلام فاضي زي ده كده، لكن ذاتهم المنظمين للحفلة ناس السعودية قالوا لا نحن رفضنا انه نيكي ميناج دي تجي الحفله لانه ملابسها لا تليق بالحفله اللي نحن عاملينها. معليش يعني انتوا قبل لما حجزتوها ما كنتوا قاعدين تشوفوا فيديوهاتها دي؟ زول المشي جاب له خمره وجد يركبها في البيت كده قامت اتدفقت منه ووقعت في الواطه. قال يا اخي اصلا هي حرام يا اخي. لا حلال، اكرر حلال. هذا البار بار حلال، اكرر حلال. وكنا نكون وصلنا لكم لنهايه نشره الاخبار. في النهايه بقول لكم شكرا لكم للمتابعه، انتظرونا يوم الاثنين القادم مع عثمان نشره الاخبار. بيوت بيوت يا حبيبنا. اوكي قدام يا زلمه.